ترحب مملكة البحرين بالاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة، مؤكدة أن ما تم التوصل إليه من نتائج مهمة ستسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية لما فيه خير وازدهار ورفعة شعبها الشقيق. وإذ تثمن مملكة البحرين المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بعقد هذا الاجتماع المهم بما يعكس نهجا أصيلا في دعم الأشقاء وحرصا شديدا على ترسيخ الأمن والسلام بدول المنطقة كافة، فإنها تعرب عن خالص تقديرها لما تبذله المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت من جهود دؤوبة وإسهامات عظيمة في نصرة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.